اوه في ايه؟ حرامي حرامي، انت بتسرقني يابا ولا بتعمل ايه؟ ايه الزباله اللي انت بترميها عندي دي؟ زباله ايه يا ابني؟ انا رميت الزباله بره باب الشقه بعد ما فرستها. باب الشقه ايه؟ ده باب الدولاب بتاعي يابا. ما تجيب سيجاره يا ابني. انت هتشحت يابا مني؟ انت هتعملهم عليا يابا؟ ده انت بس تقول لي اجري يا ابني عشان ما فطرتش الصبح. بقت قديمه دلوقتي. انا بقول انا بجري على ست عيال وامهم. بتجري؟ انا اللي بجري وبيطلع عيني عشان اصرف على مقلب الزباله اللي عايش فيها انا وانت ده. خلاص يا ابني، بكره هجيب لك اللي يخويك. يابا انت ما بتشوفش ولا ما بتسمعش ولا فيك ايه؟ في ايه يابا ليه بتخوفني؟ انا حاسس ان انا بكلم جن. ليه يا ابني؟ انت فاكرني ان لازم يبقى عندي نظر عشان اشوفك؟ ده انا بشوفك بقلب الاب. يابا انت شايفني ولا بتعرفني من ريحتي؟ انا سايبها لك وراح اغسل وشي. رايح فين يا ابني؟ ناهي ناهي على الإمة مستني. سوفاج سوفاج كل للي بينا. ايه ياما ده؟ ايه ياما الاهمال والتسيب والاخناق ايه وكوسه وفلفل في المطبخ؟ امال الحاجات دي بتبقى فين؟ في السفره؟ ياما ما نمشي على القواعد ياما. ايه هي القواعد؟ ما تخشش المطبخ الا لما تغسل ايدك. ما تخشش المطبخ الا لما تنضف ايدك. ما تخشش المطبخ الا لما تشطف ايدك. عملناهم كسبنا. انت هتدوخني ليه معاك؟ وسعي لي ياما، بتعملي ايه؟ بسلق بيض وبعمل شاي. بنسلق بيض، ده اللي احنا فرحين فيه. نسلق بيض واحنا مش صح صح. البيض ده بيض ايه؟ ده بلدي من بق الفرخة علينا على طول. من بق الفرخة اهو، بيض بلدي ده اللي احنا فرحين فيه. شايفة نص عقلة متغطية. البيض البلدي عشان يستوي حلو وما يبقاش نص سوا لازم ياما عقلة ونص. ياما عقلة ونص، انا مش هاكله نص سوا تاني. البيض العادي بقى اللي هو بيض المزارع، شوفي عشان يتسرق حلو تلات عقل وبقبيشه هنا عشان نعرف انه استوى حلو. ده ما بيحصلش في بيتنا خالص. ده ما بيحصلش. الله، وبراد الشاي ده هو هيستوي بالقدره ياما. مفيش نار ياما، ما تركزي معانا ياما. طب اعمل ايه يا ابني؟ البوتاجاز بايظ يا ابني. ما نفسكيش الشاي يطلع مزهزه كده وريحته تسر القلب ياما. طب اعمل ايه؟ تعملي ايه؟ روحي هاتي لي ياما الخرامه بسرعه. الخرامه بتاعتك بتاعت المدرسه؟ خرامه ياما، السيخ الحديد الربع نصل ياما اللي بضرب بيه الواد بكر كل يوم. ايوه ايوه الدباس. في ايه ياما؟ احنا جاي. الله يحبك الله يحبك ياما. انا هتصرف انا، مدام البيت ده مالوش كبير. ما هتتصلح يعني، هتتصلح النهارده. فؤاد طالع بعينه، عارف ينام ولا عارف يتنايل يعمل اي حاجه في الدنيا. ايه ده ايه ده يا بابا؟ انا جوه يا بابا. عيب كده. خلاص خلاص يا ابني، حاضر حاضر. ايه بقى؟ كنت اعمل كده ولا كده؟ يا نهار اسود. في ايه يا ابني تاني؟ ايه اللي انت حاطه في بالي وده؟ ده عيل غلبان لقيته على باب الجامع، قلت اجيبه علشان يساعدني في الشحاته. خد يا ابني خد، بوس اخوك يا بكتيريا. انا دلوقتي اتاكدت ان انت ما بتشوفش يابا. ايه يا عم فين الفطور؟ ايه يا عم فين الفطار؟ ما هو ده اللي احنا فرحين فيه، لكن نقوم نهزها ونشتغل وعمنا ما بنعملش كده، نربي في الهرم اللي فوق دماغنا ده وخلاص. تكييف اتصلح، حنفيه اتصلحت، بوتاجاز، مايكرويف، مفيش اي حاجه. انت اصلا بقى بص اصلا البيت هيقع من عمايلك السودا فيه. يا ابني ده انا خليت البيت ده جنه. ايه ده؟ ايه النار دي؟ يا امك بتقلي البيت بس، هو البيت البلدي بياخد. ايه ده؟ النار بتكبر. ايه والله العظيم النار بتكبر. النار بتكبر ايه يا ابني؟ هي كانت صغيره وكبرت في ايه؟ لا بقى ده البيت بيولع. هي انت امك مولعه سجاره جوه برضه؟ الست غلبانه بتطر عن نفسيها ولا اي حاجه؟ هي امك جابت تنين يلا في المطبخ؟ اقلب لنا على اختي هتلر، هي اي حاجه نتلاقي فيها. ايه ده؟ يا ستر يا رب. شفت؟ مش قلت لك البوتاجاز هيهب؟ النار هتمسك فيها، الحنفيه تنفجر، الميه تطفيها، كل حاجه محسوبه. ايوه يعني احنا هنفطر ايه؟ تعالى يابا تعالى. اوصلك على فين؟ تروح على السوق ولا طابور العيش ولا هتعمل ايه؟ انا اسف يعني مش معايا خط سير التسول بتاعك النهارده. يا ابني انا مش هسيب المنطقه النهارده، في ناس جايه لي. ناس مين يابا؟
ناس يا ابني بتساعدني ربنا يبارك لهم. امال نزلت معايا ليه؟ ودينا على القهوة النهارده أول الشهر والموظفين زمانهم قبضوا. يا ماما أنا اديك نص مرتبي امبارح. يا ابني دي مش الصدقة اللي أنت بتديهاني دي لقيتها ولا عليك كل شهر. تعالى وصلنا القهوة ولا لا؟ تعالى يابا تعالى يا عم جون سينا تعالى خش خش. فين القهوة؟ إيه خش خش اشحب بقى ولا شوف بتسرق المشاريب ولا بتعمل ايه؟ كوباية قهوة يا ابني ربنا يكفيك شر المرض. يا عم ابو بكتيريا ايوه خلي بالك في حتة في وشك. اه ولا قوة الا بالله. الراجل تعمل لنا يا ابني واحد اندومي كده ولا اي حاجة. ايه اندومي دي؟ اندومي يا عم المعكرونة اللي في المية. معكرونة؟ يا عم اي حاجة مشروب مجاني. اخرس يالا انت في مارينا يا ابني. ده احنا بنعمل الشاي بالعافية. ده احنا مأجرين الناس اللي قاعدة على القهوة دي عشان نعمل حس للقهوة نقول ان في زباين. خلاص يا عم مش عايز حاجة. اسمعني اسمعني انا جايلك في فكرة مهمة جدا جت في دماغي. طب قول. بس انا خايف اقولك عشان انت ما بتفهمش حاجة. يا عم تقول يمكن افهم المرة دي. طب افهمني بقى. انا بفكر نذيع ماتش محمد صلاح اللي بيلعب في روما. بيلعب في روما يعني ايه يعني؟ طب هو ساب البلد كلها وراح لعب في روما ليه طيب؟ يا ابني بلد ايه؟ هو محترف بره في نادي روما بيلعب بره. محترف ليه؟ طب ما كان لعب معانا هنا في الحاره. يلعب معانا في الحاره؟ احنا هنلعب بيلي. هو بيلعب. مالكش انت دعوه، انت ما بتفهمش ما يسكت. هو هنزيع الماتش هنا. الناس بتحب محمد صلاح. حاجه الساعه بدل ما هي ب 2 و3 جنيه هنبيعها ب 30 جنيه. بص انا ماليش دعوه، انا ما بفهمش في الكوره. لو انت مش هتعمل حاجه انا عارف ان انت ما بتفهمش. ماشي. لذلك قلت لك الفكره صعبه على مخك. انت هتلم فلوس من الزباين الوقت كله هنجيبه نخليه ايه يفتي، لان هو يحب يفتي يقول لك العده تتحط هنا وما تتحط، وفي الاخر هنجيب واحد تاني اصلا هو اللي يركب. ماشي يعني. وباباك بقى ايه؟ هو اللي يعمل المشاريب وباباه يشحت. حلو الفكره. انا معاك انا معاك. انت معايا؟ انا معاك. بس سيبها على الله بقى. ربنا ينتقم منك. تيجي تروح تلاقي نفسك راجع لوحدك كده. ما خلاص ياما خلاص ياما، الله يحبك ياما، ما كانتش كونيا دي. الهي تجوعوا انت واصحابك ما تلاقوا اللي يأكلكم، وتعطشوا ما يلاقوا اللي يشربكوا ابدا. صباح الفل. صباح الفل. ايه قاعد في ايه؟ مفيش يا عم امي، يعني توفيق الدقن واقف. ايه بوظت لها التلاجه تاني؟ يا عم كنت بصلح لها الفون يا سلكت ضربت. بقول لك ايه، يلا عشان هي لسه مصليه وممكن ربنا يستجيب لي. يلا 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 يلا. يا ابني في ايه؟ ايه يا جامدة؟ اوعى. خلي بالك خلي بالك يا ابني الموتوسيكل اللي بتلات عجلات ده، انت طفل. يلا 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 سامر كده. وقف 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 خلاص خلاص وقف. بقول لكم ايه، مش عايز حد يتأخر، عايزين ننصب العدة بدري. محمد صلاح لو اتصاب الناس هتضربنا بالبولغ على دماغنا. يا عم ولو اتصاب شغل لهم ماتش بسرعة حريمي، كل الناس هتغير عناوين بطايقها على القهوة. بسرعة حريمي يا جدعان، عيب، دي قلة أدب. بس يا ابنها يلا اتكل على الله. يلا انزل انت اعمل شوية الحبشتكنات دول. ها ماشي ماشي عشان بالراحة بالراحة يا ابني بالراحة، احنا مش مستعجلين. جبريال باطل جبريال يا ابني بالراحة بالراحة بالراحة. بيتك وخرب بيت سنينك. هيك الحساب 112 جنيه 10 دقايق بالضبط والاوردر يوصل لعندك. اوكي سلام عليكم. بكتيريا يا ابو فيروز خذها الشوربه ووصلها بسرعه. شوربه؟ طب ما بلاش انا والنبي في الاوردر ده. يا حبيب قلبي خد على الاوردر ووصله بسرعه، قدامنا الشوربه، في اوردرات ثانيه جايه. يلا حبيب انا فاهم بس انا عندي مشكله، انا عايز اولاد. يا حبيب قلبي انا منفتح شؤون اجتماعيه هون، مشكله ما مشكله مو هون، هون مطعم بدنا نسترزع. بدنا نسترزع. انا عارف والله انا عارف، بس انا عايز احكي لك على حاجه. لا لا ما بدي حكاياتك، انا عايز احكي لك هون مشكلتي. مطعم بدنا نشتغل حبيبي. ما انا عارف انا عارف. يعني اسكر المطعم وابيع بليله؟ بليله ايه؟ مش توصل لبليله. وهذا اللي راح يحصل. مش مش لبليله. خلص حبيب قلبي. يا اخي اعطيني المجال. مجال خد مجال حبيب قلبي. شو ورانا احنا؟ انا باخد الشوربه احطها في الموتوسيكل وانا بتوه كتير، فبقعد اسال الناس يعني فين فين شارع مش عارف. انت عارف المصريين يقول لك وقال لك فين، خش شمال في يمين، ويقعدوا يتوهوني ويضحكوا عليا. فالشوربه بتبرد، فلو في حاجه ساقعه انا ممكن اخدها اوصلها عشان ما تضربش والنبي. لا انا راح اسكر المطعم. ليه ما تسكرهوش؟ والله والله العظيم انت اللي زي السكر. وانا لما شفتك ها خلاص يأست من الحياه. طب انت عايز ايه بالظبط؟ بدي اياك تاخذ الشوربه وتوصلها، هذا اللي بدي اياه. حاضر حاضر.
خلص. ايوه عامل لي سمير الاسكندراني وانت فاهم حاجه. يا رب والنبي يا رب اوصل الاوردر ده والنبي ما توهش. ياس صباح الخير. صباح النور. المكان ده للرجاله بس ومش هقول الجمله دي تاني. الدنيا بره زي الغابه وعشان تقدروا تعيشوا فيها لازم تبقوا حيوانات، وانا هنا بقى ربنا يقدرني واخليكوا حيوانات. انا عايز اعمل بيبي. ايه؟ عايز اعمل حمام. احنا مش كبرنا على الحاجات دي يا قطوطه. ما انا كبيره. ما انت كبيره. طب قومي يا كبيره بقى سيئة حمامات الحضانه كلها. اتفضلي بنت. اتفضلوا يا أستاذة كل واحد ينزل مياه. ده أختي. يلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا مس ليليانا الله يحبك الله يحبك. خضيتينا كده وهزيتي صورتنا قدام الأولاد. ايه اللي انت بتهببه ده يا بني آدم؟ بشرس العيال بطلع الحيوان اللي جواهم. فين مس هياه؟ مس هياه وصلت آخر الشارع تجيب كهرباء عشان الكهرباء ضربت جوه. الهانم ما خلتنيش أنا أصلحها. وأنت ما رحتش ليه؟ واسيب موقعي الامن هنا يا مس ليليان. انت عارف لو اولياء الامور شافوا اللي انت بتعمله ده انت عارف هيعملوا فينا ايه؟ اتفضلي على مكتبك. اتفضلي على مكتبك. النقاش خلص. يلا. انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت هنا مجرد امن. انا ما نسيتش نفسي. انا لو جت عصابه دلوقتي هتقلعنا مالطو وانا مش واقف هنا، وانا ما عنديش استعداد اقلع مالطو عشان بلبس البياده بالعافيه. افهموا بقى، افهموا طبيعه الامن. بره غور بره ومالكش دعوه باللي بيحصل هنا. غور. حاضر. بس بكره كلكوا هتعرفوا قيمتي. برا. حاضر. امشي. ما انا معاك اهو. طب دي الشقه ولا مش هي؟ مفيش جرس. طب يا واحد بسم الله يا رب يا رب اطلع صح يا رب اطلع صح. بسم الله ما شاء الله. حضرتك الاوردر وصل يعني؟ استنى هنا يا منيل. يا توتا. توتة يا حضرتك انا ما عملتش حاجة. اتفضل يا توتة. يا اوسوس. حاسبوني يا جماعة وامشوا في ايه؟ اتفضل يا حضرتك. ربيع. ربيع في ايه اللي بيحصل جوه يا جماعة؟ حضرتك في اتنين بيخونوك جوه. الحق نفسك. سام. توتة وربيع واوسوس مع واحدة. أكيد إخواتها. هو المروح بالسهل ولا إيه؟ مش في تمن؟ عدي. وقف يا معكش حاجة تاني؟ اتكل على الله. تعالى الشارع ده أنا عارفه كويس. طب أنا فين طيب؟ ليه ما بيرسموش رسومات في الشارع عشان نعرف؟ إيه اللي في جيبك ده؟ أوعى. استني. أوعى كده. سرقت ال 10 جنيه من أبوكي تاني. أنا ما سرقتش حاجة. هو اللي إداني ال 10 جنيه وقال لي روحي ضيعيها في الحضانة كلها. طب اتكل على الله. يلا اتكل على الله. عشرة ده مش غريب عليا يا ماما. خد يا ابنها. يا كونو. ازيك عامل ايه؟ ازيك يا كونو عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. اهلا يا حبيبي. انت تايه ولا ايه؟ لا لا انا مش تايه يا عم. انا مش تايه خالص. لا امال ما بتحلفش بالله ليه؟ ولا ليه 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 ايه؟ ما الحلفان كتير حرام. امال ايه الكيس اللي في ايدك ده؟ ده كيس زباله كنت جاي ارميه. يعني انت مش تايه؟ لا مش تايه يا عم. انا جاي اخدك عشان ما تروحش ماشي. صح برافو عليك. طب يلا يلا يلا. طب انت عارف الطريق؟ ما تقولي انك تايه. يبقى تايه. يبقى تايه.